بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نأخذ درس خاص بالفوتوشوب، فيه سوف نتعلم طريقة تصميم لوحة خاصة بحالة الجو في المدينة التي نقطن بها. نبدأ على بركة الله. أول شيء سوف نقوم بفتح عمل جديد بهذه المقاسات 800 بيكسل في الويث، ثم الهايت 600 بيكسل، ثم أوكي جيد. بعد ذلك نبحث على الصورة التي نريد، ثم نقوم بفتحها هنا. نختار مدينة باريس، هي هنا جيد. ثم بعد ذلك نسحب الصورة إلى العمل، ثم نسمي هذا الباكغراوند وهذا إيمج جيد. بعد ذلك نضغط على كنترول تي، ثم نقوم بتصغير هذه الصورة حتى نصل الى الحجم الذي نريد. مثلا انا اريدها بهذا الحجم وبهذه الطريقة جيد. بعد ذلك نذهب الى فلتر، ثم بلور، ثم بلوكايزن، ثم نضع هنا القيمة التي نريد. مثلا هنا سوف نضع 8 جيد. بعد ذلك نذهب الى هذه الايقونة، ثم نختار هنا في برونز، ثم نلعب بالتأثير كما نريد حتى نصل الى التأثير الذي نريده جيد. ثم بعد ذلك نفتح الايقونة، ثم نذهب الى اكسبوجر، نقوم ضبط مؤثرش جيد. بعد ذلك نذهب الى اخر تأثير، هو فلتر فوتو فلتر، ها هو هنا. ثم نذهب هكذا جيد. ثم بعد ذلك نقوم بتحديد هذه، ثم نضغط على كرييت كليبين ماسك كما لاحظتم جيد. بعد ذلك هنا نختار اللون الابيض، ثم نختار أداة ريكتانجل او ريندد ريكتانجل، يعني حواف جانبية، ثم نضغطه هنا، ثم نضع 5 بيكسل من كل اتجاه، ثم في الويث نضع 580 بيكسل، ثم في الهايت سوف نضع 430 بيكسل، ثم نضغط على اوكي جيد. دار لنا هذا الشكل. ثم بعد ذلك نضغط على كنترول ار لتظهر لنا المسطرة، ثم نقوم بوضع هذا الشكل في وسط التصميم هكذا جيد. ثم نذهب الى دروب شادو، ثم نضع ظل بهذه الطريقة، هنا 1 بيكسل، ثم هنا 22، ثم هنا سوف اضع 40 بيكسل بهذه الطريقة جيد. الان سوف نقوم بسحب هذا الخط الى هنا، ثم هذا الى هنا، ثم هذا هكذا جيد، سيكون هذا هكذا افضل، ثم هذا بهذه الطريقة، ثم نسحب واحد من الأعلى، ثم نضعه بهذا الشكل جيد. ثم بعد ذلك نقوم بعمل ريسايز لهذه الصورة، مثلا هنا في 7 بيكسل، ثم أقوم بسحبها مرة أخرى إلى العمل بهذه الطريقة جيد. ثم كنترول تي، اقوم ب
صغيرها، حتى نصل الى الحجم المطلوب كالعاده. ثم بعد ذلك كليك ايمن، ثم كرييت كليب من الماسك هكذا. نرى الان الحجم مناسب لي، نقوم بتصغير قليلا زيت ومن الاسفل قليلا، اظن هكذا جيد جيد جدا. ثم بعد ذلك اختار اداة التحديد، ثم اعمل هكذا واضغط على ديليت من الكايبورد ليتم ازالة هذا الجزء الزائد. زيد ثم اضغط على كنترول دي ليتم ازالة التحديد. بعد ذلك نقوم بتحديد هذه التأثيرات، ثم نعمل لها ديبليكيت، ثم نسحبها الى الاعلى، ثم نعمل كليك ايمن، ثم كرييت كليبينغ ماسك، ثم نضغط هنا مرتان، ثم نقوم بتلاعب بتأثيرات مرة اخرى. هنا كذلك سوف جيد. سوف ألعب بهذا التأثير كذلك. جيد جدا، نتيجة جميلة. بعد ذلك سوف أختار هذا اللون 00968. جيد، ثم اختار هنا نمشي بتحديد اللون، عفوا اختار هذه الاداة هنايا، ثم هذا اللون، ثم اقوم بانشاء هنايا هذا الشكل. جيد، ثم اضغط على كليك ايمن، ثم اضغط كرييت كلوبينغ ماسك هكذا، ثم اضع في الاوباسيتي هنا 50. جيد، ثم اختار نفس الاداة، ثم هذا اللون 5.8x2.6. جيد، ثم اقوم بانشاء هنا شكل اخر، ثم كذلك كليك ايمن، ثم كرييت كليبينغ ماسك، ثم نفس اوباسيتي مثلا هنا 50. جيد، هذه النتيجة جيدة. سوف احذف هذه، نختار هنا نفس اللون 8.5x2.6 هكذا. جيد، بعد ذلك نقوم بإنشاء لاير جديد، ثم نختار هنا اللون الأبيض هكذا، ثم أقوم بالسحب هكذا بالضغط على شيفت كذلك. جيد، ثم مرة أخرى. جيد جدا، بعد ذلك اضغط على كليك ايمن، ثم كرييت كليبينغ ماسك كما لاحظتم، هذه هي النتيجة. ثم بعد ذلك نقوم بتخفيف الاوباسيتي الى مثلا 60 او 40. جيد، ثم اقوم باختيار هذه الممحات، ثم اختار هذا الحجم، عفوا هذا، ما قاموا بمسح هكذا، ثم قاموا بزيادة حجم الفرش. من هنا هكذا، ثم قاموا بمسح هنا بعمل ديبليكات بالضغط على كنترول جي هكذا، ثم اضغط كليك ايمن مرة اخرى، ثم كرييت كليبينغ ماسك
جيد جدا. سوف أخفف الأوباسيتي إلى 20، ثم الثاني أتركه كما هو. بعد ذلك أذهب إلى جوجل ثم أكتب هنا إيكون ويدر. جيد، بعد ذلك ندخل إلى الموقع الأول اسمه فلاش آيكون. ندري افتح اسم فتح الموقع، نقوم بتحميل هذه الأيقونة، أضغط على زر زائد ثم أذهب إلى ماي أكونت ثم PNG ثم أضغط هنا على الحجم الذي أريد ثم فايل PNG فايل. جيد، أنا قمت بتحميلها من قبل، سأذهب إلى داونلود ثم سن. جيد، ها هي كما لاحظتم، سوف أقوم بتصغير الحجم الخاص بها، مثلا أضع 180 ثم أقوم بسحبها إلى العمل هكذا، ثم أضغط على هنا Color Overlay ثم أختار اللون الأبيض كما لاحظتم هكذا، ثم أضعه في وسط العمل بهذه الطريقة. هكذا جيد، ثم بعد ذلك أختار هذا الخط اسمه دوسيس، ثم دوسيس إكسترا لايت، ثم أكتب هنا مثلا هنا ب16 بوينت، أكتب هنا سان، أضيف هكذا مثلا هنا 36، 60، سوف أضيفه مثلا هنا 17 لايت. جيد، ثم هنا أضع 70. جيد، ثم أضع في المكان هذا، ثم أعمل ديبليكيت للنص نفسي ثم أسحبه إلى الأسفل، ثم هنا أكتب مثلا هنا مونداي ثم داش ثم مارش 0 4. هنا نكتب المدينة أولا، نسيتها، هنا الفاصلة، ثم هنا باريس ثم داش هكذا، ثم هنا أختار مثلا 22 36، ثم هنا أسحبها هكذا، جيد، ثم هذه سوف أغيرها لأكسترا هكذا، ثم هذه سوف تكون لايت، ثم هنا سوف أضيف حجم قليلا هكذا، جيد، ثم بعد ذلك أختار نفس الخط ثم بهذا اللون، سوف أكتب هنا درجة الحرارة مثلا هنا 28، غيرنا هذا إلى هكذا، ثم أكتب هنا 28، ثم هنا 0 بالضغط على شيفت ثم رقم 0 الموجود في أعلى الكيبورد، ثم أضع سي كابيتال، ثم أكتب هنا 101، ثم أضيف هنا الحجم قليلا مثلا 150، 180 حتى أنا نصل إلى المطلوب. جيد، سوف أرى هنا إكسترا لايت هكذا. جيد جيد جدا،
تسحبوا هكذا ثم اختاروا لاين تون، ثم هنا اضعوا خط من هنا الى هنا. جيد، ثم هكذا، ثم اكتب هنا لاين. جيد، ثم اعمل له هكذا، ثم اعمل ديبليكات لهذا اللاين، ثم اقوم بسحبه بهذه الطريقة. جيد جدا، ثم اختار نفس الاداة، ثم اقوم برسم منحنى بهذه الطريقة، يبدأ من هنا ثم اضغط مرة اخرى هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا، وهكذا. جيد، ثم هنا اعمل هكذا، ثم اجمع هذه اللايرات بالضغط على عفوا كنترول اي. كما لاحظتم هذه هي نتيجة المنحنى، ثم اعمل زوم. بعد ذلك اختار أداة إليبس هي هنا، ثم باللون الأبيض، ثم أقوم بإنشاء هنا دائرة بهذا الشكل، ثم أعمل هكذا، ثم أعمل لها ستروك بهذا اللون هكذا 2 بكسل. جيد، ثم أضغط على كنترول تي، ثم أقوم بتصغيرها هكذا. نرى الآن قمت بتصغيرها كثيرا أظن، كنترول تي، ثم أقوم بتصغيرها هكذا. نرى الآن نتيجة الآن. جيد، ثم أقوم بسحبها إلى رأس المنحنى هكذا، ثم أعمل كنترول تي، ثم أقوم بسحب نفس النقطة إلى هنا، ثم كذلك مرة أخرى كنترول جي، أقوم بنسخ وضعه هنا، ثم كنترول جي نقوم بسحب ونضعه هنا، ثم نفس الطريقة نعيدها، ثم مرة أخرى هكذا. نرى الآن النتيجة هكذا. جيد، بعد ذلك نذهب الى نفس الموقع، ثم نقوم بتحميل باقي الايقونات، نضع عليها هكذا زائد، ثم هكذا جميع الايقونات التي اريد ان اقوم بتحميلها، ثم اقوم بتحميلها مرة اخرى، ثم بعد ذلك نقوم بفتحها نذهب الى داونلود. جيد، ثم هيا هنا، ثم افتح ايقونات معا هكذا. جيد، ثم اضغط على ايميج، ثم ايماج سيز، ثم اضعه مثلا حجم 40، كذلك الايقونة الاخرى 40، ثم الايقونة الاخيرة 40 هكذا، ثم اقوم بالسحب مثلا هذه ضع هنا ثم هذه اسحبها ضع هنا ثم اسحب اخر ايقونه ثم اضع هنا. جيد، هذه هي النتيجه، ثم هكذا، ثم نخفي باقي الايقونات، نذهب الى اول ايقونة نضع المكان الخاص بها هكذا، ثم نذهب الى هنا، ثم نختار كولور اوفرلي، ثم نختار هذا اللون. جيد، ثم نضغط كليك ايمن، ثم كوبي لاير ستايل. جيد، ثم اظهر الايقونة الثانية، ثم اضغط
الايقونه الثانيه، ثم اقوم بضبط مكانها مثلا هكذا، ثم اسحبها، ثم اضغط على كونتر كليك ايمن، ثم بيست لاير ستايل، ثم ظهر اخر ايقونه. كذلك نقوم بضبط مكانها، ثم نعيد نفس الطريقه بيست لاير ستايل. جيد، هنا سوف نقوم بإبعاد بعضها عن بعض قليلا، 1 2 3 4 5، ثم هذه 1 2 3 4 5. جيد، ثم نسحبها هكذا الى الوسط هكذا، ثم نختار هذا الخط وهذا اللون، ثم بوك. جيد، ثم اضغط هنا اكتب مثلا 16 بوينت، اكتب هكذا، او هنا 21، سوف 22 هكذا، جيد. ثم اعمل نفس خاصية، نكرر، ثم نغير هنا الى فريداي، ثم نقوم بضغط على كنترول جي، ثم نسحب الى هنا، ثم ساتردي. جيد، ثم نعمل زوم بالضغط على كنترول بلاس، ثم نختار هذه الأداة لاين تول، ثم نقوم بسحب خط هكذا. جيد، ثم نعمل ديبليكيت للخط بالضغط على كنترول جي، ثم نسحبه الى الايقونة الاخرى هكذا، ثم مرة اخرى كنترول جي نقوم بسحبه هكذا، ثم كنترول واحد ليعود كل شيء كما كان. جيد، نقوم بتحديد اللايرات معا، ثم ننزلها الى الاسفل هكذا. جيد، ثم نظهر مسطرة بالضغط على كنترول اتش. جيد، ثم هنايا بنفس الخط ونفس اللون سنكتب هنايا مثلا هنايا هكذا، مثلا هنا سوف نضع 21 درجة هكذا، ثم نقوم بسحبها بهذه الطريقة. جيد، ثم نعمل ديبليكيت لهذه، ثم نسحبها إلى الأسفل، ثم نغير اللون إلى الأسود هكذا، ثم نغير درجة الحرارة مثلا إلى 15. جيد، ثم نعمل سيليكت للايرن معا، ثم نعمل كنترول جي، ثم نقوم بسحبهما إلى اليوم الثاني، ثم هنا نغير مثلا هنايا 9، وهنايا مثلا 17، ثم نعمل نفس الشيء، نكرر لايرن معا، ثم نقوم بسحبهما هكذا، ثم نضع هنا مثلا ناقص 4، ثم هنايا سوف نضع 10. جيد، ثم بعد ذلك نضغط على اللاير موجود في الأعلى، ثم نذهب إلى هذه بالضغط على الشيفت، ثم نضغط مرة أخرى، ثم نقوم بضبط مكان اللايرات ككل هكذا، ثم
نضغط على كنترول باش نرى النتيجة النهائية. كما لاحظتم نقوم ببعض التعديلات هنايا، هذا سوف نضع في الاوباسيتي مثلا 60، سبعون، 30، ونضع 5، 37، ثم الأخرى سوف نضع فيها مثلا 25، كشيل 37، يكون هكذا. ثم هذه الكتابة هنا غير مضبوطة، سوف نضبطها هنا ثاني. ثم هذه نقوم بتحويل هذا الى اكسترا لايت. جيد، الى هنا نصل الى نهاية الدرس اعزائي. اتمنى ان تكون النتيجة قد نالت اعجابكم. نلتقي في الدروس القادمة ان شاء الله تعالى.